بلشين بالكارديو فاسكولار سيستم. راح نغطي اليوم إن شاء الله موضوع الأنجينا أو الأنجينا بكتوريس. السلايد باينة عندكم صح؟ أم بين تمام. فراح نغطي أهم الأدوية اللي بتشتغل على الأنجينا ونسميها أنتي أنجينا لدرجز. نرجع للقاعدة الذهبية إنه ربنا خلقنا بحالة بالانس، فلو رحنا للبالانس اللي موجود بالهارت هناك بالانس بين الأكسجين ديماند أند أكسجين سبلاي، يعني لازم قديش علي مجهود يكون متوازي قديش أنا بقدر أنتج. فالقلب عليه مجهود بيكون مثلاً إنه لازم يزودني بكمية معينة من الدم بقدرة معينة، لازم يكون له القدرة من ناحية كونتراكتيليتي، من ناحية سرعة انقباض أو غيره حتى يحصل هذا الهدف المطلوب. فإذا صار عندي imbalance between the myocardial oxygen supply and the oxygen demand، إنه ما صار بالانس بيناتهم، راح يؤدي إلى أمراض، وأهم هاي الأمراض اللي راح نغطيه اليوم هو الإسكيميك هارت ديزيز. فأهم أسباب الإسكيميك هارت ديزيز هو الأثيروسكليروسيس. نشوف قصة الأكسجين سبلاي أند أكسجين ديماند. مثلا الأكسجين سبلاي بيعتمد على قديش الأرتيريال بارشل بريشر للأكسجين، قديش بيجيني. تعال نشوف مين انضم. حاولوا فوتوا من الموديل حتى ما تتغلبوا. فلازم يكون عندي بالانس بين الاكسجين سبلاي اند اكسجين ديماند. مثلا زي ما حكينا البارشل بريشر للاكسجين الموجود بالارتري، الدايستوليك فيلينج تايم، الكوروناري بلاد فلو، هاي كلها من الاكسجين سبلاي. الديماند بتعتمد على القلب نفسه، يعني مثلا بتعتمد على الهارت ريت، على الميوكارديال كونتراكتيليتي، على التنشن بالفنتيكولار وول للهارت. فهدول لازم يكون الوضع الطبيعي يكون بيناتهم بالانس. هلا اذا قل السبلاي وزاد الاكسجين ديماند، هذا رح يعمل عندي مشاكل، اهمها الاسكيميا. فمعناته الادويه شو رح تشتغل؟ الميكانيزم اوف اكشن للانتي انجينال دراج انها تزيد لي الاكسجين سبلاي او تقلل لي الاكسجين ديماند حتى ترجع لي لحاله البالانس اللي كنت فيها. فإحنا اليوم رح نغطي الأنجينا أو الأنجينا بكتوريز. بالعربي إيش يعني أنجينا؟ أنجينا بكتوريز لما تشوفه بالمسلسلات، حدا سمع خبر مش كويس فجأة بحط إيده على قلبه وبحكي قلبي قلبي وبروح على المستشفى. شو إيش قصة الأنجينا؟ شو يعني؟ احكي لي بالعربي إيش هي؟ برافو عليك، هي الذبحة الصدرية. مين اللي زي ما حكينا بيكون اختلاف بالأكسجين سبلاي أند ديماند، انه زادت الديماند وقلت السبلاي، وبالتالي صار عندي insufficient nutrients للاعضاء. ففي عندنا مصطلح اخذته باكثر مكان هو الاسكيميا. الاسكيميا بالعربي مين بيعرف شو يعني اسكيميا؟ نقص ترويه. نقص ترويه. برافو عليكم، هو poor blood supply to an organ. اذا كانت هاي نقص الترويه بالقلب راح اسميها ischemic heart disease، انه هي اسكيميا to the heart، هي نقص التروية للقلب نفسه. أهم أسباب الإسكيميك هارت ديزيز، mainly the major cause أو أهم الأسباب هو الأثيروسكليروسيس. الأثيروسكليروسيس أو ما يعرف بالعربي هو تصلب الشرايين، هي fat plaque deposit in the arterial wall، يعني زيادة الدهون الضارة بالجسم. وكلنا بنعرف الكوليسترول والال دي ال، خصوصا الال دي ال اذا زادت بالدم إشي مش كويس، بنسميه الباد كوليسترول. اذا زادت بالدم راح ممكن تروح على الاوعيه الدمويه وتترسب بمكان وتعمل إشي اسمه بليك. فهاي الدم هون بالصوره A الدم ماشي طبيعي، اما الصوره B انه الناس صار عندهم أثيروسكليروسيس، زيادة LDL وزيادة الليبت وتجمعت وصار عندي تصلب بالشرايين. فشو بصير كمية الدم اللي راح تمشي؟ شو راح يصير فيها؟ حتى جاوبني، هون الدم طبيعي مشي، هون شو راح يصير؟ راح تقل، راح تتجمد، راح تقل. يعني هذا مثلا كان ماشي الدم كله، هون الدم صار يمشي بنصف قطر أقل، فراح يقل كم البلد سبلاي. هاي الفكرة، لأنه تعريف الإسكيميا هي نقص تروية، فالميجر كوز إنه
تتجمع الأثيروسكليروسيس. Other causes إنه مش الأثيروسكليروسيس هي الفازوسبازم. شو يعني فازوسبازم؟ هي contraction بالبلد vessels، وهاي الحالة بسميها Prinzmetal angina، وسببها مش أثيروسكليروسيس، يعني سببها هاي الأوعية الدموية، هاي الأرتري صار فيه تضيق فازوسبازم، ما في إشي سكره، ما في أثيروسكليروسيس سكرته، فهاي انتشارها أقل، وهاي الحالة بسميها Prinzmetal angina. هلأ إذا تسكر شوي ممكن يعمل لك ذبحة صدرية أنجينا، بس مرات ممكن completely block، ممكن يتسكر كامل، وبالتالي هون ممكن يكون الوضع أخطر وأخطر، إنه بالمرة راح تتوقف التروية مش إنه راح تقل، فساعتها راح يكون الموضوع خطير، ممكن المريض يدخل بميوكارديال إنفراكشن أو acute coronary artery disease. عوامل حتى نمنع أو نقلل الإسكيميك هارت ديزيز، إشي إحنا بنقدر نعدل عليه وإشي مش بإيدنا ما بنقدر نعدل عليه. اللي بنقدر نعدل عليه رح أسميه موديفايبل فاكتور، واللي ما بنقدر نعدل عليه نان موديفايبل فاكتور. موديفايبل أي مرض بالحياة دائما بنحكي لهم وقفوا تدخين، مش عارفة كل هالتحذيرات من التدخين، وبتلاقي أكثر نسبة تدخين بالشعب الأردني، يعني هلا شعبنا متخوف من المطعوم لانه خايف يعمل له اضرار مطعوم الكورونا، بس احنا بنحكي لكم الدخان بيعمل جلطات، بيعمل كانسر، بيعمل ومحك بتدخنه، فمش عارف كيف الشفره الاردنيه ممكن نحلها. هلا اهم العوامل لازم نحكيها انه المريض اللي عنده مشاكل بالقلب يوقف تدخين سيجارت سموكينج سيسيشن. بما انه أهم عوامل الذبحة الصدرية زيادة LDL وخربطة الليبت، معناته أحكي له أنه يأخذ أدوية تقلل LDL أو يزيد HDL، يعمل رياضة لأنه الفيزيكال إنأكتيفيتي بتزيد برضه الفيزيكال أكتيفيتي سوري بتزيد HDL، ممكن الرياضة كويسة. مرضى السكري والضغط ممكن إذا ما كان كنترول يزيد لي ريسك فاكتور للإسكيميك هارت ديزيز، فمريض السكري لازم يلتزم أدويته، مريض الضغط يلتزم أدويته. الأوبيسيتي من أهم أسباب الإسكيميك هارت ديزيز، اللي هي زيادة البودي ماس إندكس أو زيادة الويت، فلازم نحكي لهم تو لوس ويت. أما إشي نان موديفايبل مش بإيدنا اللي هو الجندر، الميل الحمد لله الميل عندهم ريسك أعلى مننا الفيميل إنه يصير عندهم إسكيميك هارت ديزيز، لكن إحنا محميين لغاية عمر 55، بعد 55 بصير إكوال ريسك. ليش بعد 55 بنصير نفس الشيء؟ لأنه بعد 55 معظم الومن بصيروا بوست مينوبوزل، الإشي اللي كان الهرمونات اللي كانت حاميتنا بتبطل تحمينا. أيضا إشي مش بإيدنا ما بنقدر نعدل عليه هو الفاميلي هيستوري، يعني كثير بنسمع انه في عيله عندهم ريسك فاكتور انه يصير عندهم مثلا عيله توفى عندهم الفيرست ديجري ريليتيف، يعني الام او الاخت او الاخ على عمر مثلا اقل من 65، بينما الاب والاخ على عمر اقل من 55 ممكن يصير عندهم وفاه، فهي بيكون الشخص معرض لا سمح الله انه يصير عنده هاي العوامل، فلازم ياخذ اشياء وقائيه مثل الأسبرين أو غيرها، هاي ما بدي أدخل تفاصيلها حاليا. طيب هلأ في عندي ثلاث مصطلحات رئيسية، أي سؤال لهون؟ عندي ثلاث مصطلحات رئيسية بدي أفرق بيناتهم. هكذا الأنجينا ذبحة صدرية، في ثلاث أنواع من الأنجينا. النوع الأول كرونيك ستابل أنجينا، أنستابل أنجينا، والفازوسباستيك أنجينا. كل واحدة لازم تعرف لي شو أهم مميزاتها. الكرونيك ستابل بحكي لي أهم أسبابها هو الأثيروسكليروسيس. خلينا أميز بينها وبين الفازوسباستيك آخر واحدة. أهم أسباب الفازوسباستيك هي السبازم مش الأثيروسكليروسيس. مش إحنا حكينا سببين للأنجينا، إما تصلب الشرايين بسبب زيادة LDL أو بسبب الكونتراكشن بالبلود فيسلز فازوكونستريكشن، فالستابل بيكون سببها أثيروسكليروسيس، بينما الفازوسباستيك سببها سبازم من اسمها. الستابل إلها اسم ثاني هي كلاسيك أنجينا أو إيفورت أنجينا، لأنها تريجرد باي إكزيرشن أو أذر ستريس. سوري، يعني مثلا واحد تعب صار عند، أو مثلا واحد انصدم بخبر سيء أو صار عنده إكزيرشن أو ستريس،
مينلي اللي بتتأثر هي الكرونيك ستيبل أنجينا. من أهم خصائص الكرونيك ستيبل، أنا ليش سميتها ستيبل؟ ستيبل يعني شو يعني بالعربي ستيبل؟ احكوا معي. مستقرة. ستيبل يعني مستقرة. ليش سميتها مستقرة؟ لأنه بحكي لك البين كوميني انتنس، إنه الألم بيكون شديد، لكنه بالعادة بيروح بعد 15 دقيقة لما يرتاح الشخص أو لما يأخذ، كلنا بنعرف حبة تحت لسان بنسميها، هلا رح نحكي شو قصتها. لما يأخذ حبة تحت لسان أو يرتاح بتروح، عشان هيك سميتها ستيبل، مش بحاجة إنه يروح للمستشفى. يعني واحد مثلا عصب بنقول له اقعد وارتاح، او حاس بوجع بصدره بقعد برتاح، باخذ له حبه تحت لسان بتروح خلال ربع ساعه، ما راحت ببطل اسمها ستيبل. بينما الفازوسباستيك اللي سببها سبازم، بحكي لك البين كان اكر اترست، ممكن يجي الوجع وهو مرتاح without any precipitating cause، بدون ما يصير عنده سبب معين، بدون ما حدا يعصبه مثلا. هاي الحاله بنسميها برينز ميثل انجينا او الفيريانت انجينا. اذا الفازوسباستيك اسمها زي ما اتفقنا برينز ميثل أنجينا. بينما إذا الوجع سببها كان أثيروسكليروسيس ونتيجة ستريس أو نتيجة إكزيرشن والوجع ما راح خلال ربع ساعة، بتبطل ستيبل أنجينا، بصير اسمها أنستيبل أنجينا. الأنستيبل هاي بتكون إشي خطير، لازم يروح على المستشفى، لأنه ممكن إلها اسم ثاني بري إنفراكشن أنجينا، يعني قبل الجلطة. ممكن المريض لأنه إذا ما تعالج يدخل بأم آي أو acute state. هدول الأنواع ميزناهم. هلا رح نشوف أهم الأدوية اللي رح نستخدمها. الأدوية اللي رح نستخدمها الهدف منها إنه طول ما المريض ماشي على هاي الأدوية ما تيجي وجع الصدر، ما تيجي الأعراض. إذا طول minimize the frequency of attack and decrease the duration and intensity of the angina pain، أقلل نوبات الوجع اللي بتيجي، وإذا أجته ما تكون النوبة قوية. أيضاً طول ما المريض ماشي على الأدوية بدي إنه يحصل على إفكت، لكن بنفس الوقت ما بدي يعاني من سايد إفكت. فرح نميز أهم الأنتي أنجينال دراج ثلاث مجموعات: كالسيوم تشانل بلاكر، بيتا بلاكر، مجموعة النيترات أند نيترات. كل هذول المجموعات شو الميكانيزم أوف أكشن؟ إنه يرجعوا لي البالانس اللي حكيت لكم عنه، لأنه بيكون عندي بالوضع الطبيعي بالانس بين السبلاي والديماند. الانجينا بيكون نقصان السبلاي وزيادة في إيش؟ بالانجينا بيكون السبلاي نازلة والديماند زايدة عندي. فأدوية الانتي انجينا الدرج الهدف منها إنها تزيد لي بالأكسجين سبلاي وبتقلل من الأكسجين ديماند حتى ترجع لي لحالة البالانس المطلوبة. فهاي الميكانيزم في أكشن لهاي الأدوية. أول مجموعة، مجموعة النيترات أند نيترات أند نيترايت. ممكن هاي الأدوية ممكن أستخدمها للوقاية وللعلاج. ركزوا معي بالله هون بس دقيقة شوي نركز أكثر. في أنا حكيت لكم مريض الأنجينا لازم يكون معه نوعين من الأدوية. أول نوع بروفيلاكسز. شو يعني بروفيلاكسز بالعربي؟ حدا يشاركني شو يعني بروفيلاكسز؟ وقاية. شو يعني وقاية؟ يعني بدي المريض طول ما هو بياخد هاي الأدوية ما تيجي له أعراض الذبحة الصدرية. وفي نوع ثاني من الأدوية اسمها تريتمنت دراج، تريتمنت علاجية، يعني إذا إجت الأعراض لازم أعطيه دواء. فشو أهم مميزات الدواء للعلاج؟ يعني افرض هلأ حدا إجته ذبحة صدرية، شو أهم مميزات الدواء اللي بدي أعطيه؟ إنه يكون سريع. يعني أنا حدا حالياً إجته النوبة بدي أعطيه دواء بسرعة عشان يشيل الأعراض. بينما البروفيلاكسز الوقاية ما بتفرق معي إذا كان سريع، لأني بدي أعطيه دواء على مدار اليوم يحميه وبعدين يحمي على المدى البعيد. واضحة هاي الفكرة؟ فالأدوية نوعين لمرضى الأنجينا: بروفيلاكسز وقاية، وتريتمنت علاج لإذا أجت النوبة. فأدوية النيترات بتيجي بأشكال صيدلانية مختلفة. ممكن سبلينجوال، مين بيعرف شو يعني سبلينجوال؟ أخذناها بالفيرست تحت اللسان، يعني حبة تحت اللسان بالضبط، حبة تحت اللسان، تشوبل إشي قرط مثلا. ممكن يجوا على أورال تابلت عادية، مبلع كبسول،
ممكن عشان يجي على شكل باتش اللي هي لصقات ممكن اني احطها او سبراي او غيرها. امثله عليهم مثل الامل نايتريت، نيتروغليسرين، ايزوزوربايد داي نايتريت، ايزوزوربايد مونو نايتريت. فمثلا هون تطلع الامل نايتريت رابيد اكتنج، فهذا بما انه رابيد بستخدمه بحاله التريتمنت. النيتروغليسرين بيجي بوث رابيد اند لونج اكتنج. اللونج اكتنج هم اللي بستخدمهم بالبروفيلاكسس، والرابيد اكتنج هي اللي بستخدمها بالتريتمنت. واضحه الفكره ليش موجود بعضه لونج اكتنج وبعضه رابيد اكتنج؟ الميكانيزم اوف اكشن كيف بيحلوا لي مشكله الانجينا وكيف بيقللوا السبلاي وبيزيدوا الديماند؟ من خلال انهم بيعملوا توسع بالفيسلز، بيعملوا دايليشن بالاول بلاد فيسلز ومينلي الفازو دايلاتوري افكت، وبالتالي بيقللوا الميوكارديال اكسجين ديماند وبيزيدوا الاكسجين سبلاي، وبيخلوا الاثروسكلروسيس بلاك انها ما تسكر الارتريال لومن كامل. اذا هاي الادويه لها تاثير دايليشن توسع الشرايين، وبالتالي حيزيد الاكسجين سبلاي. اهم استخداماتها زي ما حكينا مينلي ان نعالج سواء الستيبل انستيبل اند كل انواع الانجينا الفازوسباستيك انجينا، لانها بتوسع الشرايين. زي ما حكينا نوعين لونج اكتنج ورابيد اكتنج. اللونج اكتنج هو للبريفنشن للوقايه، بينما الرابيد اكتنج للعلاج اني اعالج الاكيوت اتاك. الرابيد اكتنج بيجوا زي ما حكيتوا اما حبه تحت لسان او سريع ممكن اعطيها اي في drip in the hospital. أهم سايد إفكت لهاي الأدوية بما أنها بتوسع الشرايين فممكن تعمل لي هيدك صداع، ممكن تعمل لي تاكيكارديا، ممكن تعمل لي نزول بالضغط hypotension أو postural hypotension. سايد إفكت مميزة تقريبا أدوية العالم كلها اللي بنعرفها السايد هاي إفكت مميزة بالنايتريت اسمها توليرانس. ولما أحكي لك مميز يعني رح تيجي بالامتحان، يعني أنا معظم الامتحان الأسئلة كنت شرحي أحكي لكم هذا الإشي مهم، هذا الإشي رح يجي بالامتحان، ولما جبناه بالامتحان الحمد لله ما حدش جاوبه. فهلا بعدين بنحكي على الامتحان، خلينا نحكي شوي عن التوليرانس. التوليرانس شو فكرتها؟ أول شيء متى بتحدث؟ بتحكي لي بتحدث إذا الشخص أخذ أدوية النايتريت around the clock or with long acting form. شو يعني؟ هلأ أنتوا مثلاً لما تشوفوا دواء بينعطى مرتين باليوم، فلما تروحوا على المستشفى تعطوه 6 صبح مثلاً وعلى 6 مساء، هاي يعني كل 12 ساعة. لما ينعطى مرتين يعني بينعطى كل 12 ساعة. بس أشوف مين إذا فكرة التوليرانس متى بتصير؟ إذا المريض أخذ حبة الدواء بشكل ريجولر، بشكل around the clock، يعني مثلا مرتين إنها يأخذه كل 12 ساعة. هلأ كل الأدوية لما أحكي لك حبة مرتين يعني حبة صبح حبة مساء، يعني يفضل إنه الحبة الأولى تأخذها مثلا 6 صبح الثانية 6 مساء، يعني كل 12 ساعة. إلا النايتريت ما بنفع هذا الحكي اني اخذها بشكل around the clock. اذا اخذتها around the clock بصير عندي قصة مشكلة اسمها tolerance. شو يعني tolerance؟ يعني الجسم ببطل يستجيب على الدواء، الجسم ببطل يستجيب على حبة الدواء وببطل الدواء ببطل يحميك. طيب شو الحل؟ الحل بحكي لنا prevented by allowing regular nitrate free period. يعني ممكن اسألك شو المشكلة اللي بالنايتريت؟ مشكلة التوليرانس. ليش بتصير التوليرانس إذا أخذ المريض الدواء around the clock يعني بشكل منتظم؟ كيف بحلها إنه ما يأخذها بشكل منتظم؟ إني أعمل نايتريت free period to allow enzyme pathway to replenish. هاي كيف حل المشكلة؟ كيف يعني؟ مثلا مريضي عم بيحط لزقات نايتريت، فبحكي له مثلا إنه شيل الباتش at bedtime لمدة 8 ساعات وبعدين حط باتش جديدة. يعني مثلا مش انه حط الباتش الاولى لمدة 12 ساعة وبعدين شالها وحط الباتش الثانية لمدة 12 ساعة كاملين، يعني ما بينفع تظلك تاخذها على مدار اليوم. شو الحل؟ اني اعمل نايتريت فري بيريود، يعني مثلا اخلي 8 ساعات فري بدون دواء.
فهاي كثير مهم المعلومة عن النيتريت ورح تنسألوا عنها بالامتحان. المجموعة الثانية ممكن أستخدمها لعلاج الأنجينا بيتا بلاكر. بيتا بلاكر درستوهم كثير بالمد. اللي بنتهو بإيش بنتهو البيتا بلاكر؟ لول. لول أتينولول ميتبرولول نادولول بروبنولول. تمام. وإشي حكينا سيلكتيف وإشي نون سيلكتيف. مروا معنا بالأنكزيتي، مروا معك بالهايبرتنشن، وهيهم مروا معك ومروا معك بالأرثيميا المحاضرة الماضية، وهيهم راح مروا معنا بالأنجينا ولسه لهم استخدامات كاملة. فأنت لما تيجي تدرس بدك تحط مثلا بيتا بلاكر واكتب كل استخداماتها بكل الشباتر هيك عشان تحكي لي كيف ألحق وقت، يعني عشان ما تتوه بالحفظ المعلومة. عندك مجموعة البيتا بلاكر تكتبها على ورقة، تكتب كل معلوماتها إنها بتنتهي بلول، إنها استخدمتها للهايبرتنشن، استخدمتها للأرثيميا، استخدمتها للأنكزيتي، استخدمتها للأنجينا. هيك طريقة الحفظ عشان مش إنه طول الامتحان امتحانه كان open book، فبجوز أنتوا ضيعتوا وقتكم وأنتوا تدوروا على الإجابة الصح إلا اللي مش حافظينها. حتى أنا معارفة إنه open book، بس على الأقل نظم وقتك، نظم كيف إنك تقول المعلومة. أهم side effect كل أدوية الهايبرتنشن بنزلوا الضغط، فممكن يعملوا لي هايبوتنشن. كل أدوية الضغط ممكن ينزلوا الضغط إذا أخذهم بشكل عالي، فممكن يعملوا هايبوتنشن، دزنس، فتيك. هيك احفظ أكيد، يعني مش راح تحفظها حرفيا، بما أنهم بينزلوا الضغط راح يدوخوا المريض، راح يحس حاله تعبان وغيره. برادي كارديا. مهمة، معلومة مهمة عن البيتا بلاكر، إنه البيتا بلاكر من الأدوية اللي مش لازم تتوقف مباشرة. never be abruptly discontinued، زي فكرة أدوية الأوبيويد مش لازم نوقفها فجأة لأنه ممكن يعمل rebound hypertensive crisis. وهاي للأسف مرات الدكاترة بيخطئوا فيها، إنه بيروحوا يوقفوا للمريض البيتا بلاكر ومشوا على إشي ثاني، فهذا ما بينفع، لازم تدريجي. آخر مجموعة لعلاج الأنجينا هي الكالسيوم شانل بلاكر. كالسيوم شانل بلاكر برضو أخذناها بالهايبرتنشن وأخذناها بالأرثيميا، وهيها اليوم مرت معك بالأنجينا. الكالسيوم شانل بلاكر نعطيهم اختصار CCB عشان تحفظهم مجموعتين، مجموعة بسميها داي هيدرو دبن والمجموعة الثانية نان داي هيدرو دبن. الداي هيدرو دبن بنتهو بدبن، نيفا دبن، أملو دبن، نيكار دبن، يعني بغض النظر شو الدواء بنتهي بدبن، فهذا بسميه مجموعة الدايهيدرو دبن. المجموعة الثانية نان دايهيدرو دبن بعينك الله احفظهم اثنين، فيرامابيل ودلتيازم. عارفة انه الأدوية صعبة حفظها، بس في طريقة للحفظ عشان سهل عليك الحفظ، فاحفظ هدول الاثنين نان دايهيدرو دبن اللي هم الفيرامابيل والدلتيازم، هدول CCB كالسيوم شانل بلاكر، والباقي بنتهي بدبن. الميكانيزم اوف اكشن من اسمهم كالسيوم شانل بلاكر، بيمنع دخول الكالسيوم، والكالسيوم كلنا بنعرف انه هو مسؤول عن الكونتراكشن. اذا ما دخل كالسيوم راح يصير عندي مسل ريلاكسيشن، وبالتالي راح يزيد الاكسجين سبلاي، راح يقلل الافتر لود. وزي ما اخذنا كمان انهم اشتغلوا على الاس اي نود والاي في نود، عشان هيك استخدمتهم بحاله الارثيميا. استخداماتهم زي ما حكينا انجينا، هايبرتنشن، ارثيميا. هم برضو بينفعوا للبريزم مثل أنجينا وللمايغرين هيدك للشقيقة، وبرضو البيتا بلاكر مروا معنا إنهم يستخدموا للشقيقة للمايغرين هيدك. سايد إفكت كل أدوية الضغط بنزلوا الضغط، بيعملوا هايبوتنشن وبالتالي ديزنس، فتيق، برادي كارديا. سايد إفكت مميزة للكالسيوم شانل بلاكر احفظها CC constipation، بيعملوا لي ممكن يعملوا لي constipation. بما أنهم ممكن يعملوا constipation فبنحكي المريض يكثر شرب مي وألياف وغيرها. طيب هيك خلصنا المجموعات. فأدوية الأنجينا سهلين، كالسيوم شانل بلاكر، بيتا بلاكر، ونايتريت، وكلهم بيقللوا الديماند وبيزيدوا السبلاي. أي سؤال عليهم؟ هلأ بصفي دورنا كنيرس شو نعمل؟ أكيد لازم نحكي للمريض يراقب حاله ويسجل للدكتور مثلاً كم مرة إجته النوبة وكم مرة احتاج يستخدم الأدوية. كيف المريض بيعرف إنه مثلاً إجته نوبة؟ ألم بالصدر، هو أكيد رح يميز حاله. فخليني نحكي شوي عن النيتروغليسرين، كثير مهم النيتروغليسرين. نحكي للمريض عن دواء،
أول إشي بدنا نحكي للعمو هذا الدواء يستخدم حتى ما تيجيك أعراض نوبة الذبحة الصدرية. النيتروغليسرين أهم معلومة عنه إنه ينعطى BRN. مين بيعرف شو يعني BRN؟ مين يعرف شو يعني BRN؟ دكتورة كانوا حسب الحاجة يكون عند اللزوم. برافو عليك، عند اللزوم. وشو يعني هذا الدواء بيتاخد عند اللزوم؟ يعني لازم يكون بجيبة المريض، زي مثلا رح ناخذ أدوية عند اللزوم زي بخاخ الأزمة، لازم أي دواء عند اللزوم يكون بجيبته، مش مثلا يكون بالسيارة أو بالبيت ويروح لحتى يروح يجيب الدواء من البيت، ما بنفع. فدائما نحكي هذا الدواء لازم يكون بجيبة المريض عشان إذا إجت النوبة بسرعة ياخذ الحبة. ثاني إشي لازم نحكي للمريض إذا كانت الدواء محطوطة بعلبة، العلبة صالحة 3 أشهر بعد الفتح، ولازم العلبة تكون بعيدة عن الضوء بعيدة عن الشمس لأنها بتتأثر. بس يعني هاي حليناها وصاروا يعملوا على شكل أشرطة مش على شكل علبة، بس لازم تعرفوا هاي المعلومة، إذا موجود بعلبة صالحة 3 أشهر بعد الفتح. أهم معلومات إذا أجت المريض نوبة، فلنفرض هلا لا سمح الله حدا عندكم بتعرفوه اجته نوبه ذبحه صدريه، شو يعمل المريض؟ اول إشي لازم نحكي للمريض يقعد، لازم يكون في sitting or lie position. بعدين شو يعمل؟ حدا بيعرف قبل ما اعرضها؟ حدا هيك مرت عليه انه شو يعمل اذا اجته اعراض النوبه ذبحه صدريه؟ طيب اول إشي بيقعد. تفضلي احكي. اول إشي بقعد، بعدين اذا كان رايح على الطوارئ او انه في حدا حواليه بيساعده يعطيه او شو اسمه اوتو سبليمنت، بعدين يبلش في النيتروغليسرين سبلينجول. هلا يعني شوف شو اللي بصير. مريض مثلا حدا زعله او تعب او هاي اجته اعراض الذبحه الصدريه، اول شيء بنحكي له يقعد يرتاح. ثاني إشي بده ياخذ اول حبه تحت لسان، اول حبه سبلينجول تابلت اخذها وهو قاعد، ما راح الوجع، شو بنحكي؟ ياخذ كمان حبه بعد خمس دقائق. بعد خمس دقائق بده ياخذ الحبه الثانيه. طيب برضه لسه الاعراض ما راحت، باخذ ياخذ كمان حبه، بده ياخذ الثالثه، بس بده ياخذها وهو رايح على الطريق، هو رايح على الطريق على المستشفى، واكيد مش هو اللي يسوق، حدا ثاني يسوق. اعيد، حدا اجته النوبه لازم اول شيء يقعد يرتاح، ثاني إشي يأخذ أول حبة نيتروغليسرين تحت اللسان، مرتاح بعد خمس دقائق يأخذ الحبة الثانية، مرتاح بعد خمس دقائق يأخذ الحبة الثالثة وهو في طريقه للمستشفى أو يكون أوريدي ران على الإمرجنسي، لأنه إحنا اتفقنا الستيبل أنجينا كم مدتها؟ 15 منت. إذا ما راحت خلال 15 منت ما بتكون ستيبل أنجينا، تعتبر أنستيبل وممكن تكون أم آي، تتحول لأم آي أو غيره. واضحة؟ فهاي كتير ضروري تعلم مريضك كيف يستخدمهم. هلا آخر شيء هون حكيت لكم عنه برضو، حلينا مشكلة النيتريت توليرانس إنه نحلها من خلال فري نيتريت بيريود ومونيتورينج للإفكت and مونيتورينج للسايد إفكت. هيك بتكون خلصت محاضرتنا لليوم. أي سؤال عليها؟ دكتورة أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. بدي أسأل عن دواء اللي هو دواء السليسال أو إشي هيك. سليسال اللي هو نفسه الأسبرين. ما له هذا؟ إنه بيستخدم للمريض اللي بيكون صار معه أنجينا وتتكرر عنده. هلأ الأسبرين رح نحكيها مال، يعني هم أمراض القلب ممكن بروفيلاكسز رح نعطيهم حسب ريسك فاكتور، يعني بيعتمد على عمره، على إذا صار عنده أمراض بالقلب أو غيرها، فهاي ممكن الدكاترة يضيف لهم إياه. فكلنا بنسمع الأسبرين هو وقاية للقلب، فهاي خليها المحاضرة الجاية رح، أو المحاضرة الأسبوع الجاي رح نشرحها لما نشرح عن الأنتيكواجيلانت والأنتيبليتليت دراكس. فحلو سؤالك منى. غير منى يعافيك، غير منى مين عنده سؤال؟ الأسبرين بقدر أعتبره سبلينجوال صح؟ لا لا لا، الأسبرين متوفر بالصيدليات على شكل حبوب تابلت، هاي اللي إحنا بنحكي عنه اللي حالياً اللي المتداول بين الناس بالعربي حبة تحت لسان. هلأ لازم أنتوا تكونوا عارفينها، اسمها العلمي نيتروغليسرين.
تمام أنس، فهاي المعلومة كثير مهمة. اللي حبة تحت الإنسان اسمها العلمي نيتروغليسرين، لأي مجموعة بتنتمي؟ لمجموعة النيتريت. الهدف منها أنها بصير امتصاص من الأغشية الموجودة بالفم، بسرعة بتروح على الدم وبتعمل توسع بالشرايين وبتقلل أعراض الذبحة الصدرية. فمش الأسبرين اللي هو تحت لسان اللي بنعطيه بحالة الجلطات، اللي بنعطيه تحت لسان اللي هي النيتروغليسرين. هلأ بديش أخربطكم، مرات مثلا إذا حدا كان أجته أعراض جلطة وكنتم وكان مستعجل بالبيت، مرات بنحكي إنه الأسبرين العادي حبتين نعملهم كرش، يعني نطحنهم ونعطيهم للمريض وبسرعة نروح على المستشفى. هاي يعني خليها لقدام أو بعدين تاخدوها على خير. فإحنا مالي هلأ نركز بالأنجينا اللي حبة تحت لسان، إنه للستيبل أنجينا إنه ياخدها أول 5 دقائق، ما ارتاح يكرر ثاني مرة، ما ارتاح يروح على الدكتور على الطوارئ أكيد على الحبة الثالثة لأنه ممكن ما تكون ستيبل أنجينا. أي سؤال غيره؟ طيب خليني أنهي الريكورد وهلأ بنحكي عن الامتحان.